يمكن قطاع كبير جدا من المصريين ثقافته قائمة في الأصل على التسوق من ما يفرزه معرض الكتاب اللي بيقام بشكل دوري كل عام في القاهرة، ولكن معارض الكتاب الموجودة في كافة المحافظات بتلعب دور مهم جدا لوصولها لأهالينا في كل محافظة من المحافظات. خلينا نتعرف على ملامح هذا المعرض، إزاي بيشتغل، بيقدم إيه للطلبة، تفاصيل أكتر هنعرفها من الأستاذ خالد عارف مدير عام شؤون المكتبات في جامعة أسيوط. صباح الخير يا أستاذ خالد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك يا فندم. يا ريت توضح لنا في البداية، أهلا بحضرتك يا فندم، لو توضح لنا في البداية نوعيات الكتب اللي بيشتمل عليها هذا المعرض، هل هي يعني كتب دراسية فقط متعلقة بس بالطلاب ومراحلهم الدراسية، ولا في يعني تخصصات مختلفة؟ لا يا فندم، هي مش كتب دراسية، هي كتب مقتنيات المكتبات، اللي هي الكتب اللي بتخدم العمليه التعليميه والبحثيه، يعني بتخدم الطلاب، بتخدم اعضاء التدريس. يعني كتب دراسيه، كتب يعني انا قصدي هل في مثلا الوان من الادب، الوان من السياسه؟ لا، ما هيش مذكرات دراسيه، هي كتب تخدم العمليه الدراسيه، فيها ادب وفيها كتب دينيه وفيها كتب سياسيه وفيها كتب ثقافيه، فيها كتب علميه في تخصصات مختلفه. طب مدة المعرض كم يوم يا فندم؟ المعرض 10 ايام عمل، من يوم 11 لغايه يوم 22 ان شاء الله. هل ممكن الفترة دي تمتد لو في اقبال؟ اه يا فندم، لو في اقبال هنمد الفترة طبعا. هل المعرض ده ليه مواعيد دورية بيتم اقامته كل سنة؟ بنعمله كل سنتين. كل سنتين. والكتب اللي هتبقى يعني بتتجاب منين، او على اي اساس بيتم يعني عرضها للطلبة؟ الكتب بعد فترة بتفقد القيمة العلمية، الكتب العلمية بعد شوية بتظهر نظريات أخرى، أمور أخرى في العلوم، فبالتالي في بعض الكتب بعد 20-30 سنة بتفقد قيمتها العلمية بالنسبة للمكتبات، فبيصبح الإقبال عليها من قبل المصدرين على المكتبة قليل. ففي خطة اسمها التنقية والاستبعاد، احنا بنستبعد الكتب اللي عليها اقبال قليل من قبل المترددين عشان نوسع اماكن على الرفوف نجيب تشتري فيها كتب اخرى تخدم العملية اكثر. وبالتالي كل كام سنة بننزل بعض الكتب من المكتبات اللي هي الكتب اللي قدمت وبنبتدي نعرضها. كان الاول بنعرضها بتتباع دشت، بتتفرق وتتعمل في مصانع الورق ومحدش بيستفيد منها. فرأت إدارة الجامعة إنه ليه ما نخليش الطلاب يستفيدوا بالكتب دي بأسعار رمزية، من ناحية نشجع الطلاب ومن ناحية أفضل من دشتها وفرم العلم يعني. طبعًا طبعًا، ده أمر أكيد طبعًا. طب إيه أكتر القطاعات إقبالًا من خلال وجهة نظرك؟ طلاب. طلاب؟ لا يعني في الكتب يا فندم. الكتب اللي باللغة العربية عمومًا، سواء الكتب اللي هي اللي بتتكلم في الأدب، بتتكلم في الشعر، كتب السياسة، العلوم الاجتماعية، هي دي الكتب اللي عليها إقبال شديد. أها. وبعد كده الحاجات بتتفاوت طبعًا. آه، الكتب العلمية الإقبال عليها مش زي الكتب الأدبية والكتب الثقافية. على أي حال، الكتاب الورقي ما زال لسه متمسك بمكانته يعني. أكيد الكتاب الورقي. طب مفيش دلالة إن زي ما حضرتك قلت كده إن كتب الأدب والشعر والعلوم السياسية هي الأكثر إقبالًا ما بين الطلبة؟ أيوه فهم. طيب شكرا لك يا استاذ خالد. استاذ خالد عارف مدير عام شؤون المكتبات بجامعه اسيوط، شكرا جزيلا على هذه المداخله.